السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة. اليوم غندير معكم الفلفلة معمرة بالروز، فليفلات هكا نعمرهم بالروز. عندي كيلو ديال الفلفلة، عندي جوج كيسان ديال الروز، معلقة ديال مطيش الحك، عندي المعدنوس مقطع، عندي معلقة ديال التحميرة، معلقة النعناع، معلقة البزار، الملح على حسب الذوق، عندي نص كاس ديال زيت العود، عندي كاس الماء، عندي مطيشه باش نزوق من الفوق باش نغطي الفلفله، عندي بصله كبيره مقطعه. دابا غنشحر الروز والعطريه عاد غنعمر الفليفلات. كاين اللي كيبغي يديرهم بلا ما يشحرهم، كاين اللي بغي يديرهم مشحرين، انا بغيت نشحرهم حسن. نرجع معكم. مرحبا، كنشحر الطنجره هكا، وندير نص كاس ديال الزيت البلدية. نزيد عليها بصلة، عندي بصلة كبيرة قد هكا مقطعة رقيقة، غتشحر البصلة عاد غنديرو عليها الرز. عندي جوج كيسان ديال الرز مغسولين موجدين، هاهما غسلتهم وجدتهم. انا عندي جوج كيسان ديال الرز حيت عندي كيلو ديال الفلفله وعندي كبارات كله، ولا بغا يدير نص طقم راه يدير، بغا يدير كاس غير كاس ديال الرز ويديرو، يعني اللي بغيت غير نص كيلو ديال الفلفله. انا عندي سياكلوها ليا بزاف حتى تعجبهم. سالت شطات، غنزيد عليها المعلقة ديال مطيش الحك، عندي معلقة ديال مطيش الحك، مطيش الحك كنصيفها لراسي للدار، باقي الوقت ديالها مجاش، شهر 8 إن شاء الله غادي نصايبها، وغادي نسجل معاكم. كنصيف مطيشة محكوكة في القراعي، كنطيبو ونسكرها في القراعي، كنصيف مطيشة الحك. كنصايب الطرشو والشيبوا والمخلل اللي كنديرو في الخل، داكشي اللي كنديرو فيه الخل فيه الخضرة، كنقطعوها كنديرو فيها الخل. دابا غنزيد الروز، كيغوتو كيحب شوية، نبدل البصلة نشحرها هكا مع الروز ومطيشة، الروز ومطيشة، قلنا مطيشة. عندي الملحة على حساب الذوق، عندي معلقة صغيرة ديال النعناع كارم، عندي معلقة ديال التحميرة، عندي معلقة ديال البزار. اللي بغي يعود التحميرة بالحارة ماشي مشكل، نديرهم دابا عندي غير كاس ديال الماء، كاس ديال الماء هو اللي غادي نديرو يتاكا الروز باش ميطيبش مزيان، غيكمل طياب مع الفلفلة. انا لما درت ليه هكا ما تيعجبنيش، الا درتو ديريك تخدر في الفلفله كيبقى كيتغزغز، ما كيعجبنيش. هما كلشي كيعجبهم بطبيعة الحال. راجلي وبناتي اللي بغيت ندير كيعجبهم ماشي مشكل، انا صعيب باش كتعجبني الحاجه. باقي كاع درت معاكم الاكلات المشهوره ديال الجزائر، بالكاما ديال تركيا. من بعد الروز شرب الزيت، غنزيد عليه المعدنوس، نزيد المعدنوس دابا،
نفرك شوية راه ساهل، راه ما كاينش صعوبة. عندي كاس ديال الماء هكا، نحرك مزيان هكا نجمع كلشي مع بعضياتو. نقص عليه البيضة ونخليه حتى يشرب هاد الماء، نخليه حتى يشرب هاد الماء وغنرجع معاكم. هانا جاهز معاكم، من بعد شرب الماء ديالو هداك الكويس اللي درناه، نشرب الكاس ديال الماء ولا بحال هكا. دابا غندير عليه واحد ثلاثة نقيطات ديال الحامض بحال هكا، شوية جوج ثلاثة أربعة على قد غير ديك الحموضية تجي زوينة قليله وصافي. نحرك بحال هكا، دابا هنا غادي نعمر نوجد طنجرة أخرى ونحطها حتى هي هكا. نحاولوا ما نعمروش مزيان باش ملي غطيب كتنفخ باش ما يخرجش لينا داك الرز من الداخل. انا غادي غير بحال هكا حتى نعمر كلشي، عاد نشوف اللي بقى نزيد نعمر، ماشي مشكل. ما تعمروش مزيان غير غيتنفخ الرز، غادي يعمر غادي يعمروا الفليفلات، حاولوا ما تدكوهمش. وانا كل ما نعمره ونرجع معكم. من بعد غنكمل اللي بقى ليا، حوالي ثلاثة الخيل حوالي جوج الخيل. من بعد عملت كل شيء انا بعدا نغطي. انا عمرت كل شيء، كيلو ديال الفلفله، جوج كيسان ديال الرز كنكون فيهم، جوج كيسان ديال الرز، بصله كبيره كبيره ماشي كبيره، يعني الا كانت حتى جوج مايل ماشي مشكل، بصله كتكون كتكون مزيانه. دابا غنشد الطماطيش هكا غنغطي الفليفلات ديالي. غنكمل كلشي بنغطاه هكا، منحاولوش نوركو عليه بزاف. بالنسبة لي مبغيش يغطي الطماطيش يغطي بالرز ديال الفلفلة، خليتو نشوف معاكم. بحال هكا هكا
جبت الفليفله تاعي لذيذه. دابا غنكب الماء. انا عندي الماء طايب غادي نكب، ما غنعمرش عليها بزاف، حتى النص ديال الفلفله. واش النص ديال الفلفله عينك وميزانك، يعني بلادنا من غير يشوف راه وصل القياس اللي غادي يطيب فيه داكشي يحبس. غادي نكب حتى توصل النص. انا موصلتش النص، الما طايب درت نورمال. دابا غنسد عليها وغنشعل عليها وغادا نقص البوطة حتى طيب الفلفلة مزيان. 40 دقيقة 45 دقيقة حتى يبان لكم الما شربات وكلو والفلفلة طابت والروز طلع خرج برا. هاديك الساعة غتعرفو الفلفلة راها طابت، يعني تقريبا 40 45 دقيقة 40 45 دقيقة ديال طياب بوطه مهيله حتى تشرب الماء كله، حتى تبان لي الفلفله راه طابت كله وعينو مزيان. وبان لك الروز راه باقي خضر شويه، غتخليه حتى يشرب داك الماء كله ما يخليش حتى حاجه. هذيك الساعه نرجع معكم ونطيب ونوريكم كيفاش وجدات. دابا شعلت عليها، ها هي مجهده حتى يبان لي داكشي مغلي كيغلى، حتى يبدا يغلى الماء. وغادا نقص عليها ونخليها طيب 40 دقيقة، ومن بعد 40 دقيقة نرجع معكم نوريكم التقديم النهائي. من بعد غلات الطنجرة هاهي تنتهي غالية. دابا غنقص عليها البوطة هكا ونخليها. دابا غنحسب ليها، دابا مع 5 قسمين درتها. مني طابت وجدات بحال هكا، هاهي طابت، هاهي وجدات. بلا تنحطها في الطبسيل الشكل ديالها.